المهندس عادل القيعي عمل تصريحات النهارده نزلت يعني على لسانه، فخلوني يعني اخد منها حاجات. بيقول لك اين الصفقات والتدعيمات؟ هو باب القيد تم فتحه اصلا؟ هو بيتساءل مهندس عادل، يعني بيقول ما تستعجلوش، يعني قصده يعني هناك تدعيمات والاعلان عن الصفقات سيكون بعد فتح باب القيد، ولكن اقول ان هناك اسماء لا يمكن ان تلعب في مصر بيتم ربطها بالاهلي، وهناك اخرون يتم ترديدهم عبر وكلاء لاعبين. ادي اول تصريح. ماشي، طبيعي ان الناس يبقى عندها شغف تعرف الاهلي هيجيب مين في يناير لسببين. اول حاجه ان هو النادي الاهلي اكبر شعبيه والنادي العظيم والناس كلها مهتميه بيه والجمهور الاكبر بتاعه، فمتشغف على اخباره، وبالتالي الميديا بتجري ورا اخبار النادي الاهلي. واكتر خبر يحبه المتلقي في الميديا خبر اللاعبين، مين متالق، مين لا قدر الله اتصاب، مين راجع امتى، الاهلي هيجيب مين، هيمشي مين كده يعني. الحاجة التانية، التراجع اللي في أداء النادي الأهلي خلت الناس تبقى عايزة تعرف المتلهفة في يناير هتجيب مين؟ هتظبط الميزان ازاي؟ إذا كان المدرب مش عارف خلاص. وهنا الإدارة لازم تتدخل، وهقول لكم اتدخلت ازاي. هقول لكم دلوقتي اتدخلت ازاي، وتدخلت بعنف. وهذا تدخل عشان يحمي المدرب من نفسه. وهقول لكم دلوقتي. المهندس عادل القيعي قال تصريحين تاني، تصريح قوي جدا انا معاه، والتصريح انا مش معاه. قال بدل ما تتقمص من الجمهور رد في الملعب، النجم بيتحمل الضغوط. ده كلام المهندس عادل القيعي اللي لاعبيه، المهندس عادل رئيس شركة الاهلي لكرة القدم، يعني هو المسؤول الاول رسميا عن كرة القدم بحكم منصبه عن مجتمع كرة القدم في النادي الاهلي. فهو يسأل، كابتن خطيب مشرف عام على الفريق وعلى الكرة في الاهلي، المهندس عادل القيعي هو رئيس شركة الاهلي، فالطبيعي يسأل لان هو المسؤول عن الصفقات اللي جاية واللي هتمشي، تسويق اللي ماشي والتعاقد مع اللي جاي. شركة الكرة ده دورها او من ضمن ادوارها يعني الرئيسية. فبيقولك بدل ما تتقمص من الجمهور استرجل. استرجل، لا ده لعيبه الاهلي مش بس بقى تتقبس من الجمهور، ده بتتقبس من الجمهور، وبتتقمص بقى تزعم عامله زي عليا القماصه كده، وبتتقمص من الاعلام، ولعيبه الاهلي بتتقمص كمان من المدرب، وبتتقمص كمان من الاداري، واللعيب اللي تعمل عليه عقوبه يلوي بوزه، واللعيب اللي ما يخشش ال 18 يلوي بوزه، واللعيب اللي ما يبداش الماتش يلوي بوزه، واللي يلعب نص ساعه يلوي بوزه. ده ايه ده؟ ده سوارش ما كانش الفرقه معاه كده. اه والله. وموسيماني الفرقه ده موسيماني كان بيعتمد على، لو عرف يعتمد على 9 مش 11 كان اعتمد على 9. ايه ده؟ معاه حق المهندس عادلي جدا في دي. اللي بيتقمص يا باشا يروح مع الف سلامه. على فكره مفكوش ابو تريكه. ومفكوش عماد متعب. على فكرة يعني. ومفكوش وائل جمعة. صح ولا غلط؟ ومفكوش محمد شوقي، ومفكوش سيد معوض، ومفكوش أحمد فتحي، يعني النجوم الأباطرة دول مشيوا كلهم. مفكوش بركات، مش دول كانوا أباطرة التشكيلة بتاعت الأهلي من كام سنة؟ مفيش حد دلوقتي في الأهلي زي الناس دي. أو بأداء الناس دي. فأحمد ربنا إنك في الأهلي. بصراحة يعني. التصريح الثالث للمهندس عادل القيعي اللي انا مش معاه فيه، اذا لم يفز اللاعبون بالدوري هذا الموسم سيتم حسابهم حساب مش مظبوط، وعايز اقول حساب عسير بس بيشوف لفظ حنين شويه لانه مسؤول برضه في الاخر يعني مع الفرقه يعني. فقال لك هيبقى في حساب عسير او حساب مش مظبوط. ايه الحساب اللي مش مظبوط؟ الاستبعاد. متاخره يا باشمهندس عادل، متاخره، لان اللعيب اللي يفقد في الاهلي دوري سنتين ورا بعض والكاس والبطولات اللي فقدها
الموسم اللي فات دي افرط فيها على الاقل في 5 6 7 المفترض كانوا يمشوا على الاقل. وعايز اقول حاجة، الاهلي لازم يعمل تدعيم قوي جدا في يناير، ودي مسألة ما فيهاش هزار، في حاجة مش مظبوطة جوه التروس بتاعة فرقة الاهلي اللي هي كانت لغاية 28 اكتوبر الترس جنب الترس جنب الترس جنب الترس، ما كان ماشية بخط سليم جدا وخط انتاج رائع، خط الانتاج بتاع المكنة فوز في كل الماتشات، عديت المينستيري بتاع التونسي، عديت 3 ماتشات في الدوري، كسبت الزمالك في السوبر، ماشي التروس راكبة وشابكة ومتشابكة وزي الفل، والانتاج طالع بص تصدير اداء ونتيجة وتشكيل، وقلنا ايه ده، خبوا عيالكم الاهلي جالكم، قلنا كده. فجأة التروس كلها ايه، بدأت بمرور الوقت اللعيبة تعرف شخصية الراجل، يمكن يكونوا كان الاول هيبين الموضوع، واحنا قعدنا نقول راجل لطيف في المؤتمرات لكن جوه اوضه اللبس عنيف جدا، لا الراجل ما بيهزرش، الراجل خد اللعيبه بعد ماتش ما اعرفش ايه وراح تتش دريجين دريجين واداهم على دماغهم، ده الراجل مسيطر، ده الراجل ما عندوش اسماء، ده الراجل كل ده، طلع الراجل يعني انا برضو مش عايز اكون حاكم عليه 100%، لكن انا بتكلم على الشواهد اللي قدامي، الشواهد اللي قدامي بتقول ان الراجل شخصيته مش قويه، بدليل دلوقتي الاهلي عمل حاجة قوية جدا، الادارة اللي عملتها كابتن محمود الخطيب قرر ايقاف مستحقات كل اللاعبين، تخيل انت اول دوري ومتعادل ماتشين من 9 وقررت توقف مستحقات كل اللاعبين، ليه؟ كابتن الخطيب تدخل شخصيا ليه؟ وبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللي خد القرار وابلغ بيه كل اللعيبة، الجهاز الفني ملوش دعوه، ده لما قالوا قفش غرامه 200,000 جنيه قال لك كولر اعترض وقال لك ازاي تعلنوا الغرامه دي؟ انا المسؤول، مسؤول مين يا عم؟ انت هتغرقنا وتقول انا المسؤول؟ مش فاهم، ده الاهلاويه بيقولوا له المفروض يعني هتغرق الفرقه وبعدين تقول انا المسؤول؟ هو بيرسي تاو الاصابات دي، مش انت اللي قلت ما يمشيش في يناير؟ الاهلي كان عايز يمشيه في يناير او يعيره حتى في يناير، مش انت اللي قلت في يناير بيرسي تاو ده